طب انا عايزك تقول الو. الو. طبعا اللي انت بتقوله ده كده ده احمد فهمي طبعا. زكي فهمي ده ايه المفاجاه الجامده دي؟ زكي فهمي عامل ايه؟ ايه يا ايه هرهولي؟ يعني ايه هرهولي؟ انا لا هو شافني في مننا القاب كده غريبه. بس انا طبعا انا بس كنت عايز اوضح حاجه للساده المشاهدين وليه كنت تحديدا لهادي وشيري. عايز اقول لكم على حاجه ان طبعا الدكتور فوزي الشامي اللي هو والد الاستاذ احمد الشامي اللي قاعد معاكم دلوقتي عمره ما رفضوه، بالعكس كان شامي بيستغل سلطته طول الوقت. انا كنت ليدر الاوركسترا بتاع المعهد وكان مشاكلي طول الوقت مع شامي في ان هو بيجي زي عارفه الناس اللي بتيجي زي مخالف ومثلا بروبا الساعة 10 فيجي 10 ونص. لا دكتور فوزي لا شخصية حازمة جدا والله بس الصراحة ان هو جه في ميعاده وملتزم بصراحة. اه شفت اه جه في ميعاده في البرنامج. ليه يا فهمي بتطلع اشاعات على صاحبك؟ لا ده دلوقتي بقى، لكن قبل كده يعني. طب ممكن اقول لك على حاجة بسيطة جدا دلوقتي؟ شايفة شامي بقصة قدامك دلوقتي؟ شامي كان عنده قصة، انت فاهمة الشخصية اختلفت. في باين على فكرة، باين لو ركزت اشوف القصة برضه طايرة كده على فكرة. لا بس انا بتكلم عن زمان ودلوقتي، لا شامي اختلف تماما. واتش إت.